كنظن بانه من بعد العشر سنين دوزات فريق الوداد البيضاوي في مستوى عالي، الرجاء والجيش الان مطالبين باش يشرفوا الكره المغربيه، خصهم يتعاونوا باش يدوزوا هما الاولين، لان حنا محتاجين يكون فريق في الدومي فينال. الرجاء الجيش بجوجهم خصهم يحيدوا سان داونز باش يكونوا على الاقل في دور ربع النهائي. نتمنوا لهم الخير، مجموعه ماشي صعيبه بزاف، الخصم الوحيد اللي غيكون صعيب هو سان داونز. كنظن بانه هذه الحاله اللي في المغرب اللي خص كلشي ينخرط فيها، لان المغرب كيوجد الكوب دافريك كيوجد الكوب ديمون. كنظن بانه الوداد والراجا غيتحل لهم مشكل ان شاء الله ابتداء من شهر جونفي، غيرجعوا للستاد دونور. فريق الجيش الملكي كيلعب في قنيطره، كيلعب بالجمهور ديالو، ما يكونش عنده اشكال، ويمكن ان شاء الله من هنا لقدام يتحل هذا المشكل هذا. مي كنظن بانه الفرق الان المغربيه اللي كتلعب في المنافسات الافريقيه، المغاربه كلهم واقفين معاهم وكيشجعوهم باش يمثل المغرب خير تمثيل. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.